كارفور المساند الرسمي للفريق الوطني لكرة القدم. Vibrant football avec Total Energy, partenaire du football africain, en regardant votre émission. Chez Total Energy, on en fera toujours plus pour vous. البنة والسحر متاع اللمة في أحلى ما فما فيها الماكلات الذلولة في رشفة الكوكاكولا والفرجة والشيخة متاع الكورة ربحنا ولا عكستنا الفرحة الكل في لمتنا سحر الكورة مع كوكاكولا كل عزيز نعطي كارة ونودك يجينا سيكا ما هي العمارة وبسرها تزهينا فرحتنا تحلى بك قعدتنا والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا Suffit les matraques, faire la musique, y'en a marre des trucs. Dans ce monde, on est tous magnifiques. Mourir d'amour n'est pas tragique. Fâché, fâché, yeah, 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 yeah. Fauché, fauché, non, non, non. Vous dévibrez yeah, 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 yeah. Et ne rien rater. Non, non, non. Fâché, fâché, yeah, 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 yeah. Fauché, fauché, non, non, non. Ça va exploser. Faut pas oublier qu'il faut exister. Ce monde est fâché. Ce monde est fâché. Fâché, fâché. Yeah, 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 yeah. Fauché, fauché. Non, non, non. Savoir aimer. Yeah, 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 yeah. Tout abandonner. Non, non, non. Fâché, fâché. Yeah, 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 yeah. Fauché, fauché. Non, non. Savoir aimer. Métamorphose au bout de la dot. La vie c'est pour les gens qui osent pouvoir y voir à l'éternité. Fâché, fâché, fauché, fauché. Chercher, trouver yeah, 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 yeah. Et ne rien laisser. Fâché, fâché, fauché, fauché. Vous dévibrez.
الأجواء في استديوهات قناة التاسعة. أهلا وسهلا ومرحبا ب الأجواء في قناة التاسعة أكيد في رحبوا بالسادة المشاهدين. أهلا وسهلا بمشاهدينا أينما كانوا في حلقة خلينا نقول استثنائية بكل المقاييس، لأنه ديما الربح باهي وديما يعمل في موجات إيجابية للحضور، وأيضا أنتم في دياركم كفر فيه أكيد موجود في البلاد، وفرحة المنتخب التونسي وفرحة تونس بالانتصار على المنتخب الموريتاني بنتيجة عريضة أكيد ما تخلينا كان متفائلين ببقية الدورة وبقية طبعا مشوار المنتخب التونسي في كأس أمم إفريقيا. إذن سعداء بأن نجدد التحية لكل مشاهدينا أينما كانوا، وأكيد الرحب بالحضور. أكيد ناصر بدوي مقابلني على طبعا الجهة الأخرى، الضفة الأخرى. مرحبا ناصر. مرحبا بك عادي، مرحبا بك ومرحبا بالحضور ومرحبا بمراد. محلية الربح. وي الربح ينعوش، فماش ديما احنا نقولوها ونعاودوها، يا ودي ما تشيخ كاي الكورة ما تفرد كاي الكورة، وإن شاء الله هذه البداية ومازال مازال. أيضا سعيد بالترحيب بأسامة سلامي. مرحبا أسامة. مرحبا عادل، مرحبا بالخيان وبالمشاهدين، ومبروك علينا الربح اليوم. ايضا القصري وما ادراك من قصري، سعيد بالترحيب طبعا صديقنا والمحلل الفني والمدرب اللي ينورنا دائما بحضوره. سعيد بالاستضافه وسعيد بوجودي مع الخيان ومع المتفرجين ومع المشاهدين. يعيشك اسكندر. ايضا سعيد بالترحيب بابن التاسعة صح تعبير، ولد التاسعة مراد الزغيدي. أهلا بك عادل، حي صديقي ناصر، لنا مدة ما تلقيناش. وأنا حرصت نحطكم معناها وجها لوجه هكا. لا مش حتى كان فما دوفينات في أي كلام تبدا الأمور جاهزة وحاضرة. لا احنا مع سياسة الأبواب المفتوحة والشبابيك المفتوحة، كما الدفاع بتاع موريتانيا اليوم تقريبا. سنعود طبعا لدفاعات موريتانيا وخاصة لهجوم المنتخب الوطني التونسي، سنعود لبقية المباريات اللي دارت اليوم، المقابلة أيضا اللي قاعدة دور الآن، أعتقد مازالت متعادلة، حظ سعيد المنتخب الجزائري أيضا. كيف أسامة شحال تحب تقول؟ ها؟ نحب تزير تربح لا بالعكس، كل حبوا حقك. لا بالعكس، بربي تصفيق المنتخب الجزائري. بالعكس احنا فرحنا لمصر البارح وفرحنا للمغرب، وان شاء الله نفرحوا للجزائر كما اكيد برشا فرحونا، واللي ما يفرحش لتونس هذيك حاجه تخصه ونحترموا رايه، ومن في قلوبهم مرض هذيك امور طبعا تتجاوزنا ولا نتوقف عندها. على كل حال نتوقفوا الان عند الباستوف، ابرز لقطات حلقه البارحه، ثم ننطلق على بركه الله في استعراض ابرز مواضيع حلقه الليله. وجدي ضربت له على البار، ولا الليله تدفع مليون يا عادل. كيفاش؟ قال اربعه. لا قال ثلاثه. هو قال اربعه. قال ثلاثه بلاش.
وانا قلت له واش افريكا بيت تدفع اش دخلني يعني. تحيه لافريكا بيت طبعا صار يعطينا فلوس. اي اذا طلعوا شكون طلع صحيح؟ ما حتى حد يظهر. حتى حد اخطر عنصر جزائري على مستوى صناعه الفرص في كاس افريقيا 2019 وكاس افريقيا هذه هو يوسف البلايلي. 19 فرصه صنعها هذا النجم الجزائري لمنتخب بلاده. يوسف البلايلي يوسف البلايلي برمو معناها قاعد يقدم في مواسم متميزه صراحه. يوسف البلايلي نقطه تحول كبيره صارت في حياته خاصه بعد تعاطيه بالترجي. قلناها قبل ما يسجل محمد صلاح لازم يتحمل مسؤوليته التاريخيه وينقذ هو المنتخب اذا كانوا بالحق النجم الاول. والفار انقذ المنتخب المصري من هدف التعادل. الفار اذا كان صحيح اخذت حقها يعني طبعا ماشي. طبعا طبعا اخذت حقها يعني ما ثماش كلام. محمد صلاح يعني بصراحه انقذ المنتخب المصري من حسابات يعني كان يدخل فيها المنتخب المصري يعني ما هو ماهوش في حاجه لها بصراحه. حبيت نعرج عادل بعد اذنك على الكلام اللي قاله سينيزار. قال بالظروف الصحيه تفرض على سيمندر الكبير انه يلعب باربعه. لا لانه موجود الرقيق كان يحب يلعب بثلاثه دون لاكس موجود الرقيق يجي يلعب بثلاثه. لكن راهو سيرتان مومون مدرب يخمم بالادفيرسير زاد مش القيمه بتاع منتخب مالي ماهيش هي القيمه بتاع منتخب موريتانيا. في الوسط الميدان ما ينجمش يستغنى لا على السخيري لا على العيدوني هذوما نورمالمون باز مع وهبي الخزري مع الدخول الجزائري وحنبع المسلم. علاش ما ينجمش؟ سبع دقيقة معناتها يقعد علاش ما ينجمش؟ اما يعطي اوفونسيف في بلاصه سليتي اما يكون اوفونسيف ولا ديفونسيف هذه هي الاشكاليه. علاش السخيري والعيدوني ما ينجمش يستغنى عليهم؟ في التفكير نتاعو في نوعيه اللعب اللي قاعد يلعب بها في الماتشات الاخرانيين الكل معناتها ظاهر اللي هو السخيري والعيدوني. لما سمعت سي فيصل قال ملاحظه برشا صحيحه انه الشعلالي عمل كوبا راب ممتازه جدا كان من افضل اللاعبين دونك بوركوا با ما ينجمش يكون هو بارمي ينجم يكون الشعلالي مع عيدوني ومع وعلاش نلعبوا بزوز؟ انا قلت لك القيمه بتاع منتخب موريتانيا علاش نلعبوا بدو بيفو قدام لاك سنترال؟ مشكله نتاع اسلوب لعب. المنتخب بتاعنا ما عندوش طابع خاص بالمنتخب التونسي. ما عندناش مره نلعبوا بخمسه، مره نلعبوا بثلاثه في محور، مره نلعبوا باربعه، مره نلعبوا مخرين، مره نلعبوا القدام ضاغطين. ما ثماش طابع خاص يخلي الفريق يكون منسجم في الاداء نتاعو. في تونس يمكن نلوموكم ننتقدوكم لكن رانا نحبوكم ورانا معاكم ورانا مأملين فيكم الخير وهذا المساج راهو مساج ايجابي للمنتخب التونسي وللمنظر الكبير. مهما انتقدناك ومهما ربما ما نتفقوش معاك في بعض الاشياء لكن رانا معاكم قلبا وقالبا وحلو ياسر انه الجمهور التونسي انه جديد بمشاهدينا. اكيد هذه هي الاجواء في استديوهات قناه التاسعه. نرحب زياد جزيرة رسالة ومرحبا. اهلا بك عادل. مبروك الربح. بارك فيك عايش. طبعا نباركوا ايضا لتوتال انرجي المساند الرسمي للكان ونتقدموا بالشكر مره اخرى لتوتال انرجي سبونسور تيتر تاع كاس افريقيا للامم وتوتال انرجي كاميرون 2021 وايضا المساند الرسمي لبرنامجنا التاسعة كان طيلة 30 يوم. فالف تحية لتوتال انرجي. اليوم برشا انرجي برشا طاقة برشا جرينتا برشا نقاط ايجابية في علاقة باداء المنتخب الوطني التونسي مقارنة بمباراة مالي. سنعود لهذه المباراة سنعود ايضا للقطات بعض اللاعبين التي اثارت افعال غاضبه في الشارع الرياضي التونسي واكيد سنعود لكل هذا لكن خلينا ناخذ انطباعات اوليه حول اللقاء وحول المردود وحول هذا الفوز. نبدا معك سكانتر. على الطاير بسرعه. لا انا نختزلها معناها في الاطار الفني اخذ درس مع منتخب مع مباراه مالي
واليوم شفنا منتخب عنده راس حربة، عنده معناها وسط ميدان، معناها عنده دفاع بجوز لاعبين، معناها موقفين مليح، دونك عادي جدا باش نرجع للثوابت. تقول انت بالضبط في كلمه اسامه، مباراة اليوم عادل صراحة بانت القيمة الفنية متاع اللاعبين، كنا نعطيهم الحرية ومبروك لتونس. ونقول أنا حاجة للاتيرو في أي منتخب كان أراه عندهم أهمية كبيرة. ناصر مرة أخرى أكد المنتخب وقت اللي يلعب ضد الضغط يلقى روحه. المنتخب التونسي عمل مباراة محترمة، أنت سجلنا 4 أهداف وهذا اللي مهم بالنسبة للمباراة كي تبدأ تكون مهمة. الفريق يعرف كيفاش يرجع من بعيد، ظهر لي مباراة كانت مهمة بالنسبة للمنتخب التونسي نجم يبني عليها إن شاء الله في المباراة الجاية. مراد، كانت فما برشا تخوفات من الجماهير التونسية قبل هذه المواجهة رغم اقتناعنا أن أفضل بكثير من المنتخب الموريتاني، وحتى وقت اللي رابحين 2 بلاش ديما دينا على قلوبنا. علاش؟ احنا توا فرحانين، لكن قبل الماتش ما كناش في الحاله هذه. فما حتى فريق ملي بدات الكان ربح 4 بلاش كان تونس ما ننساوش. فريق برك مرك 4 بونتوات هو الكاميرون ضد وقبل زوز مش حتى 4 بلاش. وانا نرى انه في 4 اشواط معناها الاربع اشواط في زوز ماتشات تاع مالي ومتاع هذايا متاع موريتانيا كل شوط كان خير من الشوط اللي سبقه. الشوط الثاني ضد مالي كان خير من الشوط الاول، الشوط الاول كان موريتانيا كان خير من الشوط الثاني ضد مالي، والشوط الثاني ضد موريتانيا حسب رايي ورينا الامكانيات اللي عندنا الكل ونشارك حاجه مع اسكندر وتنرجع نحكيوا عليها. يلزم ليكيب هذه تلعب قلب هجوم، وداير ليكيبات الموجودين الكل في الكان يلعبوا قلب هجوم حقاني. واضح. زياد موافق مراد وسيسكندر بيان سور، سورتو معناها تشوف البونت الاول والثاني فما 5 ملاعبيه في الدزوي متر، هذاك هو المطلوب. البلوك كيب يطلع شويه، البيفويت يطلعوا، ولا تكونات نرقاو في الدزوي متر، الناس كلها تشارك. في البونت الثاني لقينا خاوي ضربها تالوناد، جات قدام بن سليمان، فما جات تعديت قدام بن سليمان، وصلت المثلوثي، شات المثلوثي، هذاك اش حاشتنا نحن، حاشتنا نطلعوا البلوك كيب، الناس الكل تطلع، نبرسيو الادفيرسير، ونلقاو برشا جوارات في الدزوي متر، ونماركيو البونتويت. اذا شفت لعب زياد هو اللي يوري معناها الوجود لافون سونتر، بونتو الرابعه، الباس نتاع الخزري ودخل لافون سونتر وعمل لك ماركا. اي بيان سور، باش تقعد تلعب انت قدام الديفونس، ما تطلعش البلوك، باش يوليو معناها الخطوط متباعده برشا، ما عندكش سور نومبر في الدزوي متر وما تماركيش البونتويت، هذاك هو كيفاش نلعبوا، بريسيو فكين الكرة موفمون قراب لبعضنا باس في الانترفال فيتيس ونماركيو. والجزيري مرة أخرى يرجعوا لكلامنا كي قلنا راهو الجزيري ما نجموش نلعبوا بجور ما يخوش البروفوندور، سي امبورتون في الكرة لا بروفوندور أهم حاجة. نحن كي نبداو نلوجوا في الكرة ديما نلوجوا على البروفوندور، والجزيري هو لو سول في ليكيب ناسيونال اللي يعطينا لا بروفوندور. الخزري سان بوتور يعرف يمارك عنده صنعة ليكسبيرونس مي يخوش لا بروفوندور. زياد بالله جست معلومة صغيرة، اليوم كي شفنا الخزري قدامه صرح هو عطى 3 باس ديسيزيف، صرح فما زوز ضاعوا ووحدة ماركات، هو تصرح والليكيب كلها تصرح. صح. يعني الخزري سيت ان 9.5 بوزيشن نتاعو تري امبورتون في ورا الجزيرة. يعني لازم الجزيرة يكون ما يكون زياد. وفما ملاعبي اخر زاد اليوم اكد انه اليوم لاعبي ممتاز برشا شفناه في غيلان شعليلي اللي كان مهم برشا، اللي كان مهم في 2 اهداف الاخرانيين اللي سجلهم المنتخب، كان حاسم في الكره الاولى والثانيه واللون دو اللي صارت بينه وبين علي وبينه وبين الخزري، معناتها كانت معناتها ريوسيت كبير. معناتها اليوم الشعلالي اكد اليوم لولد هذا اللي عنده بلاصه في الكيب. تصديق لكلامك معناها حتى معناها هو اللي عمل الديكالاج، هو اللي فيكسا وعطى الديكالاج لعلمان وتخل خلط في 18 متر وخلى العد الكور، وبعد رقى لوسيديتي باش يرجعها في الكورس باش تدخل يضربها ما ينسولتوش. كان نجم يضربها له قويه، كنترول فما كوره فكها هو وتخدمت وعطاها وتكا وشويه لمركا وتخدمت شعلالي اللي تخيز انفون. فقط للناس اللي داو هكا استنقصوا من قيمه المنافس ومن قيمه الانتصار، نزيدوا حاجه مهمه. راهي تونس قبل الماتش عندها 6 ملاعبيه تمسوا بالكورونا، منهم لاعبي كنا نستناو منه برشا اللي هو دراجر، معناها راهو الانتصار هذا عنده زاده قيمه مش شويه، معناها عنده قيمه تروا تيتولار دراجر وسليتي وربحنا بسليمان. ربحنا اللي عملنا ماتش ممتاز، شعلالي شد بلاصته فورم، قلنا اليوم فورم لازم يلعب قبل الناس الكل. شعلالي ما فماش كلام، فما ديتاي حكيتها قبل المباراة أنت. قلت على لي زاكسيو اللي لوجوا الانترفال. اليوم صار اليوم علاش؟ شفنا اليوم حبوا يخرجوا. ما هو لو بروبليم الماتش اللي فات
راه فما 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 لاعب وسط يجي يطلب من ساقيك الكره وفما لاعب يطلب 40 صحيح. اليوم شفنا غيلان و بن سليمان وبن سليمان في الانترفال الكره في الانترفال وقتها بلال بلال بار اوبليغاسيون يلزموا يعمل الشيء هذاك وقتها فركس الانترفال ولقينا الحل يعني وصلنا الكاش في ساعه ساعات تلقى وسط ميدان دفاعي يجي يجي يطيح بحذاك ياخذ من بحذاك صحيح وهذا الاشكال يسكر عليه وهذا الاشكال ان شاء الله ما نلقاوش في المباراه القادمه. أما, اما 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 عاد الحاجه اللي هي اللي شدتني جات في 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 اوقات من الماتش ما لعبناش مليح وقتاش ما لعبناش مليح وهدتنا المنتخب الموريتاني كيف كيف رجعنا لعادتنا القديمه ديفونس ما تطلعش ما قيناش الرولونس في ساعه ولو احنا الكره ديريكت وكذا لا اذا يلزمنا نلعبوا واثقين في امكانياتنا عندنا بوكو دو كاليتي الديفونس نتاعنا بلال كيف كيف اليوم لاك سنترال كانوا معناها ممتازين كيما الماتشات الكل كنا نلوموا عليهم في الغولونس اليوم حاولنا طلعنا اللي طلعنا البلوكر لقينا لي ميليو تيران نتاعنا في صفيصة صار موفمون وفما ملاعب زاد الخاوي بصراحه خاوي سي ان تري تري بون مانيور دو بالون يعرف يلعب الكره في الساق يعني ذكرني عنده توشيت بالكي وسيما عنده ساق ويسار جويد كيف النكه معناها ساق ويسار مزينه فينو يعرف يلعب كوره يعرف يطيح يا خويا يلعب لون دو قريب في بيريمتر صغير يعرف يلعب وسي امبورتون معناها في ناقصه ريتم دو جو تحسه موش اللي بنفس الطون بنفس الريتم في وقت من الاوقات يخسر الكوره فيها هذاك الفوليوم هذاك نايفتي فيها شويه الخاوي عنده القليب لكن مازال البوزيسيون نتاعو ماهيش واضحه ما تعرفوش بالضبط هو بيدو هو بريسكي يلعب فيه في الكولوار سي با ديتيرميناتور دو كولوار لا لا يلعبوا في الهاف سبيس يلعبوا في الوسط ماهوش لي ماهوش ورا الاتاكون ماهوش نوف ادمي سي ان تري بون ريلويور هو شكون كان عنده ساق شكون كان عنده ساق يسار مزيانه مش نفس الفوليوم زي روبرتو كان في نتاع البرازيل كان ملاعب كبير معناها قواش وكذا مي ماهوش سي با لو ميم كوفر سي با لو سي با هو غيلان الشعلالي بوكس تو بوكس دونك البوست هذاك نتاع واحد سورتو اليوم اي بالنسبه للخاوي الخاوي سو ني با ان اتاكون كولوار سي با ان بيركوتور دونك يوتو ديما في الهالف سبيس ثم اكسيون عند الخضري هو دخل بروفوندور يحل في الكاري دامور في الكاري دخل داخل دونك عطاها باس غلطه دخلتك لاكسيون هذيك ديبيتون دونك موش محل هو على الليني هذيك تاع 50 ويدخل بروفوندور يعطيك اما في العقليه وفي المونتاليتي بين ريبروشا حتى خدري حتى كلهم معناها خاوي التوش تكنيك اي يعطوك هذه عاش كوره يعرف يربط اي معناها يستحضر لا كورته يبان كوره في الفراب واليوم فما حاجه مهمه برشا منظر الكبير بالنسبه لي هو الخمس ماتش يلعب مع موريتانيا اللي يعتبر حاجه مهمه برشا بالنسبه للانترونور كيف ناسيونال عمل مباراه وديه في واحد بلاش انتصر بلاش كاس العالم 2-0-0 5-1 في كاس العرب واليوم زاد ربح 4 بلاش معناتها منظر كبير عمر 4 انتصارات وتعادل مع موريتانيا في مسيرته التدريبيه في المنتخب التونسي. احنا بنشجعوا بالتاكيد لهذه المباراه باكثر تفاصيل وما نخبيش عليكم تو فما ماتش الجزائر وغينا الاستوائيه 0-0 في الشوط الاول انتهى الشوط الاول على مشارف انطلاق الشوط الثاني. خلينا نبداو شويه بالمقابلات اللي تلعبت اليوم اللي يهمونا ايضا خاصه في علاقه بالمنتخب الغامبي اكيد غامبيا ومالي هدف من الجهتين نشاهد التقييد ثم ننطلق في الحوار. سنتحدث عن هذه المباراة بالتأكيد لكن قبل هذا نحب نشكر البيانال المساند الرسمي للمنتخب التونسي في الكان وسبونسور التاسعة كان أكيد تحية للبيانال على مساندتها للكان وللتاسعة كان في علاقة بهذه المتابعة اليومية لكأس أمم أفريقيا فما كويز سبيسيال كان تعملت من طرف البيانال تلقاوها في الباج فيسبوك ولا في الانستغرام بيانال بانك جاوب على السؤال واربح كارت بريبي بقيمة 500 دينار دونك المسابقة انطلقت البارحة ونحب نقول ألف مبروك اللي ربحوا البارح كارت بريبي بقيمة 500 دينار أيمن الغزواني أيمن الغزواني فاز ب 500 دينار وأيضا عائشة محمد ألف مبروك 500 دينار نتابعوا مع بعضنا الفيتير احنا الحرار اللي ما يخافوش احنا النسور اللي ما يوخروش احنا اللي نحبوا البلاد احنا اللي مهما يصير
كونوا غدوة خير. معاكم للتسعين بنفس الروح ونفس الجرينتا، معاكم بالقلب الحار، نديو فرد شعار واحدة واحدة للفينال. البنك الوطني الفلاحي، المساند الرسمي للمنتخب الوطني لكرة القدم. لكارت بيانا فيرست، هذه الكارت مينور اكيد باش تعمل برشا جو وبرشا حس في البلاد لانها جديده. وكارت بنكير ما غير طبعا ما يكون عندك كونت في البنكة تنجم تشارجيها حتى ال1000 دينار وتجبد بها الفلوس وتخلص بها اونلاين، وخاصه ايضا بالتي بي يو. دونك فرصه كبيره برشا للجون والناس اللي ما عندهمش كونت انه يستعملوا هذه الكارتة. واكيد برشا كادوات وبرشا مفاجآت دائما مع بيانا. شوفوا سبورت تفضل. تمشيش مرة سامحني. تفضل. ما تمشيش مرة وقيت أنا متصرف. تحب تعلم ولدك كيف يتصرف في مصروفه ويقعد ديما على عينيك؟ اهدي له لاكارت بريبيي بينا فيرست، نجم تاخوها من غير كونت بنكير. إذا أنت مش من حرف البينا نجم تشارجيها بالكارت نتاعك بالوقت وفي كل وقت حتى 1000 دينار اترافير لو بورتاي ماي بينا H24. وكانك من حرف البينا تنجم تشارجيها بالكارت نتاعك ولا بالإي بانكينج ولا زيدا بالابليكاسيون موبيل إم بانكينج. وكل عملية صغيرة تقوم بها يجيك SMS يحكي لك عليها. لكارت بريبيي بينا فيرست، صغيرك يتصرف على عيني. ما تنسيش حاول ترجع لي فلوسي. نعود لأجواء المباريات، وأكيد المنتخب الغامبي تعادل اليوم مع المنتخب المالي منافسنا القادم غامبيا، منافس محترم وأكيد مباراة شدت إليه الانتباه. الناس كل في ديارها ولا في المقاهي تنتظر في مباراة تونس وتتابع المنافس في نفس الوقت. أسامة صحيح، عاد اليوم شفنا المباراة، الفريق الغامبي صبر برشا اليوم، الفريق المالي خلق برشا فرص لكن مش فرص يعني واضحه برشا. حاجه على الفريق الغامبي اليوم اكتشفت اللي عنده لاعبين عندهم ما شاء الله يعني كاليتي دو فراب كبيره برشا في البلاريتي سورتو، يعني يلزمنا ناخذوا احتياطاتنا على المباراه الجايه. الفريق الغامبي يصبر يعني حتى في لي مومون فابل نتاعو، ما ولا جات فترات اللي عنده ينجم يطلع يعني بشويه ايفوري وينجم يخلي الديفونس فارغه، لا قعد يستنى، عارف اللي الفريق المالي اقوى منه يعني تكنيكمون اللي تحب انت، قعد صبر ميم حتى قبل الهدف قعد واقف. سورتو الشوط الاول، الشوط الاول كي نشوفوا كرة القدم توريك اللي مش ماهيش علم صحيح، يعني كي نشوف البوسيسيون دو لابال تاع المالي بريسك 70-80%. الشوط الاول 68% وزوز كرات على العارضه من غامبيا. ولذلك اللي مش كل ما تسيطر راك باش تربح، لازم ناخذوا حذرنا. الفريق هذايا عنده كما قلت لك عنده دي جوار عندهم كاليتي كبيره في الفراب في البلاريتي سورتو، نتصور انا باليمين وباليسار اي عندهم سورتو البلاريتي الاولى زياد راه بريسك 35. ممكن الجيست نتاع هذا موسى بارو، انا لاعب نتابعه تاعب في بولونيا مدرب تاعو ميهايلوفيتش صغير بالكل، راه عمره 19 سنه. غامبيا اول مره تشارك في الكوب دافريك، بلاد صغيره بالكل، شكون كان يتصور تكون الاولى؟ خاطر هي توا الاولى تتسمى في البول. يكوروا مليح معناها تكنيكمون اليز في الكفران اللي حتى اليوم مصبروا هو نفس اللاعب اللي ماركا البينالتي من 30-33 متر اكسبسيونيل. نقول لك حاجه مراد، فما ديتاي كيما الديتاي تاع البينالتي اللي شطناه اللي شاطها الخزري اللي ولادنا قعدوا على اليسار، فما ديتاي اليوم كي شات البلاريتي اش عملوا اصحابه؟ وخروا التالي، يعني عرف اللي هو باش يشوط ديريكت من 33 كما قلت انت، يعني اللي نورمالمون باش تتسنتر، يعني عندهم ثقه في اللاعب نتاعهم. ولذلك انا نقول اليوم مباراه صحيح مالي اقوى،
يعني في الـ في الـ في الـ يعني يعني نحكي على لي زوكازيون ما وردش حاجه كبيره مالي نحكي على لي زوكازيون اقوى شويه شو على لي زوكازيون مي فريق المنتخب الغامبي محترم على الاخر ويلزمنا ناخذوا حذرنا سورتو من بلاريتي عندهم زوز لاعبين العشرة وذول السبعه وثلاثه عندهم كاليتي دو فراب ما شاء الله لا المباراه مش سهله بالكل دابور فريمون اليوم كان سبيكتاكل حلو بفضل غامبيا ضد مالي خيبه الامال على العموم وثاني حاجه ياكد وانه تو ممكن نرجع نحكي عليهم بعد كي باش نحلوا اكثر شويه موريتانيا ما عادش فما كيبات صغيره غامبيا غينيا الاستوائيه غينيا بيساو سيراليون هذوما الكل فرق كانت معتبره حتى جزر القمور اللي عدت مباريات ممتازه اثيوبيا ما هيش اثيوبيا بلاد كبيره يلعبوا كوره معناها يلعبوا وانا مجبولين 20 مليون اي اثيوبيا نحطوها ابار خاطر كحجم كانت عندها 10 مرات كان عندها تاريخ لكن اليوم بالحق ما عادش فما دي بتيت زيكيب فما شكون يغزر للكاس الاخر يقول لك زاده بوتيتر ما عادش فما دي جراند زيكيب يا نصر الجزائر خيبه الامال مصر خلي وسكت انا غانا كيف كيف غانا الكوت ديفوار خيبه الامال السنغال خيبه الامال ممكن هذاك اللي مكن غامبيا وغينيا الاستوائيه باش تطلع لافريك دو سود انا قاعده تخدم انا مشيت لغامبيا ما لعبنا مره في سيس مشينا لغامبيا غاديكا وشفنا لي سونتر دو فورماسيون والناس كيفاش قاعده تهيكل في روحها كيفاش حضر في روحها يجيبوا دي زونترونور كبار في الفورماسيون اللي نحكيو عليها احنا واللي يحبوا معناتها استراتيجيه نتاع الكره ديما يا مراد الناس اللي يلزم تفهموا فما كان الخدمه تجيب التعالي اللي ديما راني انا خلقت الكوره ولد الكوره وما نجم نمشي كان بالعقليه هذه ما عندك وين تمشي لازمك تفهم اليوم راهي فما ناس قاعده تخدم وفهمت اللي الكوره تنجم تهزك لبعيد توصلك لبعيد تنفستي الناس قاعده تنفستي حتى البلدان الفقيره البلدان الافريقيه الفقيره كما قال ناصر وكلامه صحيح ياسر انا تو تفكرت في حاجه قريتها على غامبيا قاعده تستثمر مع غامبيا راهو نحكيو على بلاد صغيره بالكل زياد قاعدين يخدموا وذاك علاش مراد الموهبه نقصد موجودة موجودة لو تالون بارتود في دون لو موند ما عادش موجود شوف انت كريستيانو معناها 37 عام مازال باغمي لي ميور ميسي معناها الفلاتات تقصد الفلاتات ما عادش موجود معناها الفلاتات معناها الموهبة الكبيرة ما عادش فما قبل ما تشوف انت تاخذ مثلا ليكيب ناسيونال نتاع نيجيريا اوكوشا وموكاشي و وكبيبا وفينيدي واوليزي وياكيني معناها وتمشي الكاميرون ترقى امبوما ايتو كذا معناها في تونس نحن في وقت من الاوقات عادل السليمي فوز الرويسي جمال الامام معناها كره في البرتغال روي كوستا معناها فهمت لو تالون الموهبه نقصت برشا بصراحه بارتو دون لو موند هذايا على الماتش اللي يهمنا احنا مراد نحب سؤال انت تفرجت في الاربع منتخبات في المجموعه السادسه اللي فيها المنتخب التونسي اعطيني الترتيب على مستوى القوه الحضور البدني الحضور الذهني الفنيات شكون احسن منتخب وبالترتيب ما سيرش بدون عاطفه بطبيعه بدون عاطفه صعيب شوي اما ناحيه تونس واعطيني في الثلاثه والله لا موريتانيا الاخرى بصراحه اضعف في مباراه اليوم على زوز مباريات انا نقول بصراحه احنا الافضل في الثلاثه احنا الافضل في ثلاثة على خاطر احنا متكاملين تقريبا دون طول السيكتور دو جو وما ريتش نحكيو على غامبيا ومالي كنا نجمو نمشيو في كل كليشيه نتاع ديزيكيب فيزيك ما مش ديزيكيب تري فيزيك داير غامبيا صغار شويه في التاي وحتى مالي فيزيكمون صحيح في الطول كي تقرا الفيشه متر 91 متر 94 اما ماهوش امباكت لا نقصد الامباكت مش حاجه تفجع ياسر مش نيجيريا مش نيجيريا بصراحه تظهر لي تونس على اللي وراته اليوم وانا ديما نبقى نعتبر لي الشوط الثاني ضد مالي كان محترم لعبناه محترم سيت اون بون باز دو ترافاي وعندنا الامكانيات الكل احنا يقعد لنا السؤال الوحيد انا شخصيا مازال ما عنديش جواب عليه هل انه عندنا حارس مرمى قادر باش يشد لي شوط في وقت الضرب الصحيح هذاك السؤال ما عندي لا جواب لا باهي لا خايب راني نحتفظ سؤال وجيه وسؤال مطروح باش نرجع نحكيو عليه اكيد وقت باش نحكيو على المنتخب الوطني التونسي نذكر الجزائر مازالت متعادله مع غينيا الاستوائيه هاو المفاجئات واكيد غينيا قاعده تضغط غينيا قاعده تضغط وان شاء الله حظ سعيد للمنتخب الجزائري الان مباراه الكوت ديفوار وسيراليون هدفين من الجهتين نشاهد التقرير ثم الحديث بقية أكيد كالعادة نحب نتقدم بالشكر لكوكاكولا المساند الرسمي لكوب دافريك في الكاميرون
وسبونسور اكيد نتاع التاسعه كان. تحيه لكوكا كولا، وتحيه ايضا لبشير الحساني الحكم الدولي السابق التحكم بينا الان. مرحبا بك. باش نحكيو بعد معك انت على تقييم شامل الى الدوره من ناحيه تحكيميه الى غايه طبعا هذه المباراه او هذه المباريات. كما قلت كوكا كولا المساند الرسمي للكوب دافريك في الكاميرون، ودائما وابدا تدعم الرياضه والرياضيين في كل المناسبات. البنه والسحر نتاع اللمه في احلى ما فما، فيها الماكلات الذلوله، في رشفه الكوكا كولا والفرجه والشيخه نتاع الكوره. ربحنا ولا عكستنا، الفرحه الكل في لمتنا. سحر الكوره مع كوكا كولا. طبعا مباراة كبيرة 2-2 كاميرون سيراليون. تفضل مراد. كوت ديفوار وسيراليون. أيه. لا حبيت نقول الحاجة اللي متأكدين منها أنه حارس الكوت ديفوار مش باش يرقد الليلة، وهو بين حالة الانتحار وال يعني عمل غلطة فظيعة. ناصر ينجم يحكي عليها أكثر مني. الهدف الثاني باش يدخل التاريخ معناها. ماذا بينا تعلقنا على الهدف الثاني؟ هو أكثر حاجة تنجم تشوي حارس مرمى معناتها كي يلقى روحه نجم يغلط غلطة كيما هذه تنجم تكون قاسية في آخر مباراة. حتى بالنسبة للفريق نتاعو ما نجمش يرجع نتيجة 2-2 معناتها تخلي فما لوعة، وهذه مرة أخرى تخلصوها الفاتورة الحراس اللي ديما نقولوها. عادة الأتاكون كي ضايع ماهوش مشكل مش نهاية العالم، لكن الحارس يغلط يخلص 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 فاتورة كبيرة فاتورة كبيرة. اليوم يخلص فاتورة كبيرة دقيقة 90 قلت لك يخلص فاتوره كبيره الجارديان بيوت مالوريزمون الوحيد مش مسموح له باش يغلط. كيما قلت انت مراد نتصور وانا اليوم لا يرقد ولا يجي النو، على خاطر عاده انا واحد من الناس قبل كي ناكل بونتو نقول والله شكون نعمل وش يلزمني نعمل وش خلي تغلط غلطك من هذايا تغلط غلطك من هذايا عملت منها برشا مرات ولهذا ينجم يصير. سكندر سيراليون الكوت ديفوار مقابله كانت مثيره طبعا واربع اهداف بالتمام والكمال تقريبا من احسن مباريات شفناها على مستوى الاثاره والاهداف. هو سيراليون ديجا عمل المفاجاه وقف بطل افريقيا مباراه معناها الحارس نتاعهم كان بطل افريقيا مش بطولية. النسخه اللي فاتت النسخه اللي فاتت الجزائر بالطبيعه اي هو وقف الجزائر في الماتش وقف الجزائر مشلول اي معناها اول ماتش معناها سيراليوني معناها معناها عنده سوابق معناها تحكي على وقف بطل افريقيا والكوت ديفوار نسخه كوت ديفوار المره الجايه باش تنظم في الصيف نحكي على المباراه الاولانيه عمل تعادل بطل النسخه الماضيه المنتخب الجزائري وخلى المنتخب الجزائري معناها في وضعيه الجزائر ما زالت متعادله لحد الان. المباراه اليوم معناها كان منهزم انتهت المباراه معناها لانه المنتخب الايفواري اقوى للامانه معناها يبدا عندك سيباستيان الير معناها يلعب في اجاكس وضيع ضرب جزاء واحد وفي الدقيقة 90 زي ثلاثة الحارس يعمل خطأ معناها كي من هذاك يرجع لسيراليون. ممكن الأقدار تحب سيراليون تترشح للدورة اللي بعده. جات الكرة وسيراليون ولعبت مباراة محترمة لكن لكن جدا إجمالا في المباراة المساحة العاج كان معناها في طريق مفتوح باش يفوز معناها مش طريق مفتوح في 2 بواحد صحيح غلطة تاع جارديان كبيرة برشا تنجم تبدل كل شيء كل شيء موجود هكا. نذكروا الصورة الشهيرة أنه منتخب سيراليون جاء للكاميرون بالزوارق لأنه بلاد فقيرة ما جاوش بالطيارة دونك جاو باللود نقولوا احنا كيما اللود تاع قرقنا يا ريتو يا ريتو اللود حاجة كبيرة حاجة جرونديوس اللود كمان في سيكوريتي فليك اي فليك 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 هبطوا نسيت وين ياوندي ولا الدولة والهدف اللي سجلوه هدف تعادل ممتاز جدا شوطة معناها رائعة معناها فريق ما يلعب بغير كومبلكس من غير مركبات يلعب كرة الكرة دونك والكرة أصفتهم في الدقيقة الأخرى جابوا التعادل ويطمحوا باش يمشيوا لبعيد في الكره الكاس هذه. واحنا نحكي ضغط ضغط مراد ضغط جزائري كبير على المنتخب اكيد منتخب غينيا الاستوائيه والمباراه ما زالت متعادله ما نعرفش هذه دوره ضربات الجزاء الضايعه لان رينا زاده ماتش كوت ديفوار فرانكيسي اسكندر اسكندر كان باش تحكي خلينا نسمعوك تعوديش كان باش تحكي خلينا نسمعوك كي تحكيوها مع القعدات الثنائية هذه كيف في القهوة سير مش في بلاتو اسكندر يلزمك تسمع تعليمات المدرب لا معناها أنت تحكي اسكندر يحكي وأسامة يلزمنا مركزين معاهم شوف شو يقولوا تفضل احكي وتونا نرجع لمراد كلمة بركة هي على دورة ضربات الجزاء الضايعة والبينالتي اللي ضايعها كوم كيسيم على لاعب الميلان. للتذكير كيسي ضيع السنة تقريبا ثلث ضربات الجزاء مع الميلان ضيع ديجا مع الكوت ديفوار
وكمان يقعد هو التيرير الاولاني. احنا تفكر عادل حكينا هنا بعد البوليميك كبيره على البينالتي نتاع وهبي الخزري والناس انتقدته وتو نشوفوا الرد نتاعو. قلت انا المساله المهمه هو في لونترينمون والمدرب شكون قرر باش يكون التيرير. كان قرر وان وهبي الخزري هو التيرير هكا ولا ناس يقعد وهبي الخزري التيرير حتى كان ضيع. احنا ما نعرفوش ما عندناش المعلومه. انت لو بوان تاع الملاعبي انت المول تاع الملاعبي في ليكيب يعني كيبدا الملاعبي عنده بلاصه كبيره في ليكيب صعيب لونترونور يجي يقول له انت ما عادش تشوت. كيفاش زياد؟ لا ما تصيرش كيبدا مثلا كيبدا برشا ناس قالوا زياد قالوا وهبي ضيع برشا. ما وهبي وهبي هو سي لو بيوتور دو ليكيب ناسيونال. ايش بيه؟ سي كالكان يعرف المركي عنده فراب كبيره وعنده بلاصته في المنتخب. معناها قلق للمدرب قلق للمدرب باش يجي يقول له انت ما عادش تشوط. لا فماش علاش لا فماش علاش ينجم 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 يقبلها. ما المدرب شنو خدمت؟ ينجم شنو خدمت المدرب؟ لا فماش علاش فماش علاش سكندر ينجم يقبل خاطر هو عنده كونفيونس في روحه يقول لك اني ضيعتها تو ما نجمش مرسي الاخرى. زيد انتم تحكيوا على تيوري. انا كنت نشوط في البلانتيات من اللي طلعت سينيور من اللي طلعت سينيور ما فماش مدرب انا نضيع بلانتي يجيني مدرب يقول لي لا ضيعت ما تشوتش. ما تشوت بالضبط ما عادش نشوت لك حتى بلاريتي وقت ما عادش نشوت لك حتى شيء. ناصر خلينا نبداو واضحين من الاول. علاش حبيت تقصد شو الخزري يعرف يشوت ولا يعرف يشوت باه ضيع ضيع صغير. انا نقول لك حاجه انا ولات كي تجي كيب ناسيونال بينالتي نبدا مفجوع نماركيها ما نماركيهاش. اليوم راهو بيان سور احنا لي تروا بينالتي الاخرانيين ضيعناهم. لي تروا بينالتي الاخرانيين ضيعناهم. احنا ضيعنا ضربنا لي تروا بينالتي على اليمين وضيعناهم الثلاثه اللي ضيعناهم. ضرب فرجاني ساسي ضيعها ضد السنغال 2019 زاد كيف وهبي الخزري واليوم يوسف المزاد. اليوم راهو فما كونفيونس نحكيو عليها وانا في ليكيب زاد عندي ان بريمي تيرو. علاش انا ما نعرفش تعليم على الاول؟ كي نحكي انا برومي تيرور اليوم بتجيب بالتصنيف نجم نقول برومي فما برومي فما دوزيام بلال العيفة. شكون الدوزيام تيرور؟ بلال العيفة. بلال العيفة بلال العيفة يضرب علي ولا بلال العيفة؟ بلال يا علي لو برومي علي لو برومي يضرب الاهلي المصري وما ادراك نحكي على الاهلي المصري يلعب في الشامبيون. كوابي تنحيه تماما بيان سور فما برومي فما مشكله تاع ثقه كان يا ناصر راه واش نقول لك فزت الجروب حتى باش تحمي الملاعب اي فزت الجروب سي ديفيرون كما قال لك اسامه فزت الجروب يعني مثلا فما جوريت عندهم كارير وخمسه بيلانتيات في كارييرو خمسه بيلانتيات وفما فرق بين وهبي الخزري في كارييرو شال 30 بيلانتي ضيع زوز مش كيما واحد شال خمسه وفما واحد اسمه علي معلول يشوت في الاهلي المصري وريسيت توتا وانا مازلت كي مضيع وانا مازلت كي مضيع. شوف فما فرق هبش نقول لك وقتها تدخل في اللاعب لاعبيدو اللي هو وهبي الخزري يقول لك انا ضيعت من ساري سنين ضيعت خليه يشوت ما فماش سامحوني الاولاد انا نتخالف معاكم يا ودي فما وقت اللي نحكيو على ليكيب ناسيونال ولا ليكيب فما مدرب هو اللي يعمل الجروند ليني. لا انا ضيع بلانتي عندك انت اونترينور ما عادش نشوت انا كانك انت تو برون كونفيونس المدرب يعطيك الثقه يتحمل مسؤوليته. لا انا نحكي لك انا انا عندك ناصر اذا اني مثلا ضيعت بلانتي وانت تقول لي ما عادش نشوت اخرى معناها انت ما عادش ما ثقه بيناتنا. الناس ما كومش نحميك زياد. لا ما تحمينيش يحمي روحك كاني عديت انا ما تحمينيش ما تش خايف وما عادش تعاود تلعب اي اي الكارديان انا فيها يا ريس مشوش الكارديان كان ورا ليني ومشى ومشى ولا في اسكندر في هذه غال. شوف علميا حسابيا اللي تحب انت راه الكره أي. تسبق الحارس هو ما شاتهاش راه في دي لا نو no. عاود ارجع لها عاود ارجع لها عاود ارجع لها ما الجرسيه بيان باري لوبينيتي مثال اعطيته المره الاخرى لناصر على المستوى الدولي ايطاليا كوب دي موند خرجت باش ترسيلها تلعب براج جورجينيو ضيع دو بينالتي مع نفس الفريق الي وريتور ضد سويسرا وكان مضيع بينالتي في نهائي كاس اوروبا شو معناتها وبالرغم من هذاك المدرب قال له والجروب قال لهم البينالتي جاي نحبوا نعطيه لجورجينيو بالرغم من ضيع فما مانجمنت معنى انا نفهم كلامك اما اسامه كلامه ما فوق يقول لك كمان تولي دغدغ الملاعبي معناه سحبت منه نوعا ما الثقه خاطر معناه راهو خاطر باهي سامحني باهي انا مش نمشي معاك لبعيد كي هو ما يقبلش يقول لك لا ما ينجمش ما يقبلش لا ينجم شو ما ينجمش لا ينجم يا اخي فوضى هي تحكي على كيف عمان يا زياد 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 ي
انت تبارك الله لعبت كوره في اونيفو وسيرت في اونيفو. انت نعتقد ان في وقت اللي كنت تسير يجي ملاعب يكون انديسيبليني ينجم يعمل كي جيست كيما كي، انا نعتقد يتعدي على الكونسي وتصير له امون. مش الدرجه لك انا نحكي لك في وقت من الاوقات ما نجموش زاد كوميم للاعب يكون اقوى من الجروب. انا مثلا سيرت ولعبت، انا نتفادى باش نتعارك مع ملاعبيتي، خليه يشوت، اذا هو حب يشوت يحس روحه بالشوت الثانيه وبالكدا بالكش حتى في وقت خليه يشوت. تصور انت كان جا ماتش ديسيزيف، تصور كان جا ماتش ديسيزيف. لا ده مش نحكيو في الكلام هذا، رانا نحكيو في كلام اوتر. انا متاكد كان جا ماتش كاليفيكاتيف يزنا الكوب دي يزنا كوب دي مون ولا يزنا باش نزلوا بيه كوب دي مون. ما كانش نوش على الكلام هذا. شرجو نحكيو على موريتانيا. اسمع شرجو نحكيو على الماتش ونحكيو على التفاصيل هذه الكل. خلينا واحدة واحدة ديقة ديقة قال الراجل. نمشي مع بشير الحسني في تقييم طبعا لأداء الحكام إلى حد الآن، والمقابلة ما زالت متعادلة بين المنتخب الجزائري وغينيا الاستوائية. مجموعة معقدة صراحة مراد، ننتظر نهاية المباراة الحكم على هذه طبعا المجموعة وخاصة على حظوظ منتخب الجزائر. نتمنى طبعا التوفيق للمنتخب الجزائري. بشير تفضل في تقييم إجمالي للبطولة على مستوى أداء الحكام إلى حد الآن، كيفاش تحكم عليها؟ والله لحد الآن معناه نجم نقولوا إجماليا الدورة تحكيميا معناه طيبة وطيبة للغاية. نحب نساق قبل كل شيء نعرج باش نخليه ماتش تونس واللي صار فيه مع الحكم، معناها كما قالوا الناس الكل ومعناها متفقين فيه، الضيحة معناها مساهم فيها الحكم وخاصة الزملاء اللي دايرين به اللي كانوا ينجموا نتفاداو هذه. هذه معناها تنجم تصير، حتى شفناها في البطولة العربية أنه الحكم اللي قعد يزيد في برشا وقت معناها، والحكم هذاك زاد معروف ومعروف بالكدا. لكن احنا توا أهم حاجة في تقييمنا للدورة هذه هو التقييم في تدخل الفار، خاطر نعرفوا أنه أول مرة في كأس إفريقيا يستعمل الفار من أول مقابلة. هنا استعمال الفار بطبيعة كانت لتواجد عندنا تواجد 24 حكم معناها في القائمة الموسعة هذه للحكام، فيهم حكم من غواتيمالا وفيهم حكماء اللي هي من رواندا، كذلك وجود 31 حكم مساعد، فهم زاد حكمتين نساء، معنا وجود العنصر النسائي وهذا مهم جدا في أول دورة معناها للأكابر نقاو فيها العنصر النسائي اللي هي حكمة من الكاميرون وحكمة من المغرب اللي كان لها شرف باش تكون أول حكمة تشارك في معناها فعليا اليوم في مقابلة اللي أدار الحكم قزاز مقابلة اليوم اللي صارت. الحكمات هذوما اللي زفروا يعني برستيج نتاع الاتحاد الافريقي انه جاب المراه دخلها في القطاع التحكيم قدوه بالاتحاد الاوروبي، والا اثتوا جدارتهن باداره هذه المباريات؟ شوف خويا عادل، يلزمنا نشوفوهم الحكمات هذوما بكل صراحه، ما تنجمش تقارنهم حتى على معنى على الرجال من ناحيه اللياقه البدنيه ومن ناحيه اخذ القرارات. ما فهمتكش. معناها ناس معناها تطير طيران ممتازين، معناها ما يخليكش ما تستدعيهمش، معناها راهو شواء كبير. والتمشي هذا هو تحذير ان باش نشوفوا حكمات موجوده في كاس العالم للسيدات للسيدات زاد من افريقيا. لا هذيك هذوكم هما يزفروا وحدهم، توا السيدات يزفروا وحدهم، اما لكن هي هذا الكل تحذير باش ينجموا يوليوا يزفروا للذكور. معناها شيء الناس نتاعهم اللي قاعدين موجودين توا في الكاس. توا عندنا الحكمه من رواندا، وعندنا حكمه مساعده من الكاميرون، وحكمه مساعده من المغرب اللي شاركت اليوم، وعندنا حكمه زاد اخرى مساعده موجوده في الفار. حكمات الساحه. حكمت ساحه واحده برك من رواندا. واحده برك الحقيقه معناها ممتازه، شفتها ونعرفها ممتازه جدا من ناحيه هما شنو هذا. بالنسبه للحكمات اهم حاجه هو الباس اللياقه البدنيه، وبعد هو تطبيق القانون. اهم حاجه هي الباس بالنسبه لهما، وهم يقعد اللياقه البدنيه، وهذوما معناها يمتازوا باللياقه البدنيه معناها تظاهر الرجال حتى احسن باش نبداو واضحين. وفما زاد وحيد اخرين باش يجيو في الطريق، خاطر فما خدمه قاعد يخدم فيها معناها في الاتحاد الافريقي عن النطاق هذا بتواجد العنصر النسائي في كامل الدول الافريقيه. اجمالا التحكيم هل اثر سلبا في بعض المباريات؟ هل كان يعني عنده عامل سلبي غير نتائج مباريات؟ ما عدا طبعا الحكم التونسي او الحكم مباراه تونس ومالي
اللي حكينا عليه بما فيه الكفايه وظاهر اللي كان خارج النص في كل الحالات. هو عادل احنا لحد الان للمقابله معناها احنا تو كملنا معناها كي تكمل مقابله الجزائر نكملوا الجوله الثانيه، معناها عندنا 24 مقابله تلعبوا ديجا وال 24 مقابله مهمين خاطر تو باش ندخل المقابله الاخرانيه الفاصله، لكن ديجا عندنا شكون ترشحوا وعندنا شكون زاد روح، ولكن قاعده خاصه المرتبه الثانيه والمرتبه الثالثه. لحد الان معناها نشوفوا انه تدخل الفار في 8 تدخلات معناها لتغيير قرار الحكم، وهنا معناها بالنسبة لعدد المقابلات وبالنسبة لعدد معناها اللقطات اللي شفناها واللي غينا الاستوائية تفتتح النتيجة بطبيعة الحال. لا أعطينا اللقطات من عايشكم، أعطينا اللقطات من المباراة. كأس مجنونة يعني بالفعل، مفاجأة مش مجنونة مراد، مفاجأة كبيرة، مفاجأة مدوية. هذيك هي الكورة، غينا الاستوائية تفتتح التسجيل في مباراتها ضد المنتخب الجزائري صاحب اللقب. إذن مفاجأة مدوية إلى حد الآن في هذه البطولة، غينيا تتقدم على الجزائر بهدف مقابل صفر. تعليق على الطاير، تفضل زياد. الكرة سي كرة لو فوتي كرويل، الكرة هذيك الكرة معناها الماتش ما طلع قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة، مازال وقت الماتش ما تربحوا ولا ما تلعبوا، تنجمش تربح الماتش قبل ما تلعب. هذيك الكرة معناها لازمك تحضر وما تربح الماتش لما يزفر الاربيتر. عاد الوقت اللي تبدا ليكيبا باتت من اصعب الماتشات، راه اليوم المنتخب الجزائري تعرف الناس كل اللي تحضر له كما يلزم، ويعرف المنتخب الجزائري اللي هو تحصل على اللقب في مصر معناتها باش تكون ديما مباريات صعيبه، باش تكون مباريات بالنسبه اللي هو مهمه بضد المنافسين نتاعو. لا غيوسيت كي تقلب تتبدل من الكون لكون، صحيح تكون معاك الكره من بعد تعطيك بالظهر، يولي ديتاي صغير يعطيك كوب وديتاي صغير يخرجك من الشامبيونات. يوزع طبعا كما يقول رؤوف خليف، يوزع مع سيكام. دونك الف مبروك فوز المنتخب الوطني التونسي على نظير والموريتاني، ان شاء الله ديما مربوحه شعب تونس كله وسيكام ورانو سور قرطاج، قلوبنا معاكم واكيد حظ سعيد للمنتخب في بقيه المواعيد. كل عزيز نعطي كارة ونودك يجينا سيكا ميا العمارة وبسرها تزهينا، اللي بك فرحتنا تحلى بك قعدتنا والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا. طبعا كما قلت المنتخب الجزائري متاخر في النتيجه قبل 20 دقيقه من نهايه المباراه. نبي ناخذ راي اسامه ايضا حول النتيجه الحينيه لحد الان. كره القدم تتلعب بعد 90 دقيقه، مش اسماء، مش تاريخ، مش انا فلان، مش انا المتصدر، مش انا كذا. 90 دقيقه واقع اخر جرينتا اخرى ان شاء الله تعدل. بون انا شفت الهدف على بلاريتي، لكن هدف قلت لكم في بداية الشوط الثاني انه فما المنتخب غينيا الاسيوائي قاعد يضغط وقاعد يقوم بهجومات امام منتخب جزائري اللي صراحة بداية ما نعرفش اسكندر، بداية متعثرة ان شاء الله ترجع الجزائر في المباراة، لكن اسكندر معايا اسكندر ولا؟ معاك بداية متعثرة قلت لك المنتخب الجزائري. الجزائري لأنه مش تصعب عليه العملية، شوف حالة الملعب صعيبة برشا معناها، والفريق اللي باش يدافع باش يكون عنده اكثر قدره باش ينجم يخرج من الوضعيات. هما الفريق الجزائري فريق يلعب تكنيك، معناها شفتوا المباراه الاولى يلعب بخمسه لاعبين بصبغه هجوميه، دونك توا باش تصعب عليه المباراه. ان شاء الله المنتخب الجزائري يرجع في النتيجه، لانه كما قال زياد اخر مباراه كنت منتخب الساحل العاج باش تكون صعيبه برشا. ان شاء الله يرجع في مازال كان البول هذه عادل سيراليون وغينيا الاستوائيه يجيو الاولانيين والكوت ديفوار والجزائر يجيو في 30 و40 اللي هو سيناريو ممكن. كل شيء ممكن في هذه البطوله وفي هذه المجموعه بالذات. سنعود بالتاكيد ان شاء الله، نتمنى حظ سعيد للمنتخب الجزائري. سنعود بالتاكيد لمواصله متابعه هذه المباراه والحديث عن بقيه المباريات وخاصه مباراه تونس موريتانيا، لكن اكيد الان فاصل اشهاري.